نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تنبيه الشيل الدخول على تطبيقكم فيسبوك. قم بالضغط هنا على تطبيق فيسبوك، من ثم سنقوم بالضغط هنا، بعدها سنقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سنقوم بالضغط هنا على مركز الحسابات، من ثم سنقوم بالضغط هنا على تفاصيل الشخصية، قم بالضغط هنا على كلمة السر والأمان، من ثم سنقوم بالضغط هنا على تنبيهات الشيل الدخول، ثم سنقوم بالضغط هنا على الفيسبوك خاص بك، بعدها سنقوم بالضغط هنا. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بتنبيهات الشيل الدخول على تطبيقكم فيسبوك. هكذا نكون قد قمنا.